طيب ذا بيست معاك يا باتنة في الاستوديو. يلا يلا يا كابتن ايمن. عمر جابر، محمد هاني، عمر. عمر كابتن سيد، ايه السرعه؟ احب انا وانت يعني متحمس. انت متحمس. يلا كابتن سيد متحمس. عمر من سنه 2006 2007 يعني انا كنت بحبه جدا جدا. وكنت بحب اداء حازم. بعد كده بتكرهه يعني؟ لا لا، بحبه جدا على مستوى شخصي، لان هو انسان متصالح جدا مع نفسه، سواء كان في الاهلي كان في الزمالك او كان في او في بيراميدز يعني. لكن عمر مرحله التطوير صعبه جدا يعني. عمر وانا بتفرج عليه في 2006 هو عمر اللي بتفرج عليه في 2016 2017 2018. ما طورش من نفسه يعني. التطوير بطيء قوي، بطيء جدا يعني. هو من الطلعه اللي كان طالعها، عملوا ماتش هو و محمد ابراهيم وحازم امام ومحمد ابراهيم، لا كان هو بالذات يعني قدام الاهلي مع كابتن حسام البدري في 2009، كانت حاجه مبهره بتوحي ان ده ممكن يبقى حاجه جامده جدا. طيب محمد هاني، لا يعني اشوف ان محمد هاني وصل لمرحله كويسه قوي، لكن برضه نفس الكلام لازم يبقى فيه، لا يبقى فيه عند هاني عارف حاجه عايز اخدها ويصمم ان هو ياخدها، اللي هو ان هو ينفرد بحته الباك رايت على مستوى العالم. الاجابه لا، نروح لمحمد هاني. مش عشان الميول والله. ابدا. تمام. اهاب، عمر جابر لعيب مؤدب محترم ملتزم، بحبه جدا ولعيب كويس جدا. الفتره اللي فاتت كانت عمر جابر، الفتره دي محمد هاني. طيب يبقى محمد هاني. طيب مش عايزين بقى ايه، احنا عايزين على طول اجابه واضحه وسريعه يعني. معلول فتوح. فتوح طبعا. فتوح الراجل مفيش مقارنه، بص انا اتكلمت على فتوح جامد جدا. لكن مفيش مقارنه خالص بين علي معلول وفتوح. مفيش مقارنه اصلا. طب انا بس عايز اسال حاجه بقى، بيبقى ذا بيست والحاجات دي، اشمعنى ما قلتش المقدمه كلها بتاعت عمر جابر كان قديم ومطول؟ لان في لف. طب ما علي معلول بطل كوره المفروض يعني الطبيعي. فتوح لسه هيبتدي حياته. في اللغه فتوح. فتوح في اللغه في اللغه في اللغه استاذ حمام شويه، في اللغه في عبارات تاثر خالص. المقارنه ظالمه الفتوح، لان فتوح لسه قدامه وقت. لا طيب لعيب كويس. لا لا لا، مش معاكم في دي بصراحه يا اخي. راينا مقارنه ظالمه بين فتوح ومعلول. ايوه معلول خلص. ممكن خلص بقى ما حدش يشرح تاني بعد كده. تقولوا الاسم بقى، لان معلول لعب. انت كده ما عنديش وقت. لا والله العظيم انت كده بتظلم نفسك. كابتن هات اي موسم. لا 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 لا، هات اي موسم من 17. ايوه بقول لك فتوح علينا، هو مختلف كليا عن معلول خالص. هو لعيب كوره احسن من معلول. لعيب كلاعب كوره بقى. كابتن اللي بعده. لعيب الكوره كابتن. يلا هات اي موسم لمعلول وقارنه بالارقام لاي موسم. يلا بقى عبد المنعم الونش. يلا يا ايمن. لا دلوقتي عبد المنعم طبعا. عبد المنعم. ها عبد المنعم على ثلاثه. عبد المنعم انا بحب الونش طبعا. طبعا هو الونش مش موجود اساسا. عبد المنعم طبعا. يلا اللي بعده دونجا مروان. يلا كابتن ساي. مروان دونجا. هو كله اهلي وزمالك، مفيش حاجه ثانيه. ناصر امام. ايمن. امام. ها يعني انت يعني هكذب يعني؟ انا اخترت امام. هم اختاروا امام. امام. يلا اللي بعد عبد الله السعيد قفشه. قديم وحديث ماليش دعوه. ايوه بلاش فلسفه. ايوه يلا قلت لك قفشه قبل كده. انت جبتوا لي الصوره دي، جت لها لي 100,000 مره. طب حلو اقول بقى 100,000 يعني اللي قلت المره اللي فاتت. طبعا ممكن تغير. قفشه حاليا طبعا. ارقام قفشه دلوقتي. لا ما هقول لك بقى، مفيش مقارنه. مفيش مقارنه. عبد الله حقه. اعترضنا. اعترضنا بس برضه هو بيتكلم على القديم والجديد. لا انا ولا قديم ولا جديد طبعا. جزيري وسام. عبد الله مفيش. جزيري وسام اضاف للزمالك يا كابتن. عبد الله اضاف كتير. جزيري وسام شكله وستايل وشخصيه. يلا يا ايمن حاجه تخلص، انما الظروف ما ساعدتوش، دي حاجه ثانيه. يا ايمن جزيري وسام. يا وسام. وسام ثلاثه. وسام خلاص ماشي. اللي بعده سريعا بقى. سريعا طايم خلاص والله. شلبي حسين الشحات. ها يلا قول مين. قول حسين طبعا. حسين. أنا مصطفى. مصطفى بحب مصطفى. ها. حسين اللي بعده. يلا كابتن ده مايلي. وما بلولو. ها لا مايلي. مايلي. ها كابتن سيد يعني مبلولو كهداف، لكن الثاني احسن الصراحه. مايلي. يبقى ثلاثة مايلي. اللي بعده احمد عيد. محمد طارق. لا ده كريم. لا كريم علاء. سوري احمد عيد. احمد عيد. اروح لعم حاليا. احمد عيد. احمد عيد. اروح لعمل عيد. احمد عيد. احمد عيد. احمد عيد. اللي بعد مسلوسي. بدر بنون. بدر طبعا. بدر طبعا. بدر بنون. بدر بنون. بدر بنون. بدر بنون. اللي بعده
الياس الجلا ده مين ده؟ هالاند مبابي ماشي. ايه ده بقى؟ يلا ايه اللي جاب لك القلعه جنب اللي جاب القلعه جنب يلا هالاند مبابي مبابي طبعا مبابي مبابي طبعا اللي بعده قديم ولا جديد؟ ها بص برضه دي ما تحطش مقارنه ده يعني سنه اولى وده اه قديم ده بقى قديم خلاص بقى يعني ده قرب يتخرج اصل ده لعب كاس امم اوروبا يا كابتن ما اقدرش الكلام ده لو واحد لعب ابدا في كاس الامم طبعا طبعا يعني طبعا فينيسيوس ماشي يلا استمراريه لسه ما جاتش خالص يعني يلا في حاجات ما فيهاش خلاف اصلا يلا اللي بعده ده اولمو وده ويليامز 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 ثلاثة لا يا جماعه دي ما ينفعش ده سؤال ما ينفعش رافينيا محمد صلاح بس هنجاوب بس طبعا صلاح 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 اربعه صلاح شرفتنا ونورتنا كابتن ايمن ما كان عندي والله واحد من الثلاثه بس خلاص بقى خليها المره الجايه نخليها واحد من الاربعه واحد من الاربعه شكرا يا كابتن ايمن شرفتنا ونورتنا كابتن سيد شرفتنا ونورتنا ونسعد بيك كابتن